للمحاكمات العسكرية. هذا هو اللقاء السادس على ما أتذكر. 90% على الأقل من أنشطة هذه المجموعة كانت هنا في هذا المكان. وبدأنا منذ السنة الماضية عقب الثورة مباشرة. هذا اللقاء يكتسب اليوم أهمية خاصة لسببين. السبب الأولاني أن في ذات التوقيت الذي يعقد فيه المؤتمر بدأت لجنة لبحث الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون العسكر بدأت عملها اليوم وفي ذات التوقيت. فنحن نعلن تضامننا معها ونحن هنا وسيلة ضغط من أجل الإسراع بالإفراج عن المعتقلين. اللجنة كانت تشكيلها في البداية سيئة جدا، كانت لجنة حكومية بحتة، ثم تم تطعيمها بالعديد من المحامين والنشطاء السياسيين الذين نثق فيهم على رأسهم الأستاذ المحامي العظيم الأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد وإسلام لطفي وغيرهم محمد زارع وغيرهم. واتفقنا معهم إن هم هيشوفوا لو والله اللجنة جادة خير وبركة. هذه اللجنة مش جادة أو العسكر مصممين على عدم الإفراج عن السجناء، بنعقد هنا مؤتمر صحفي وهيفضحوا فيه أو هيقولوا فيه ما يتم في هذه اللجنة. فاجتماع اليوم مهم إن هو يتزامن مع اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية لبحث الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ونرجو أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن. السبب الثاني إن هو في هذا اللقاء أيضاً هناك صحفية زميلة مصرية معتقلة في سجون السودان. إحنا ضد حكم العسكر، فالسودان تم القبض على صحفية مصرية شيماء عادل منذ أكثر من 10 أيام، حتى هذه اللحظة لم يتم الإفراج عنها وهي في سجون المخابرات. مفيش طبعا حقوق إنسان ولا في محامين ولا في أي حاجة خالص. وبعدين نقابة الصحفيين على اتصال بالسفارة المصرية في الخرطوم وعلى اتصال بوزارة الخارجية وعلى اتصال بالعديد من الأطراف، لكن واضح إن الأمر يقتضي تدخل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي من أجل اتصال شخصية من الحكومة السودانية للإفراج عن زميلتنا شيماء عادل. قبل أن أترك المكان لزميلتي رشا عزب لتدير هذا اللقاء، وهي من أنشط البنات اللي موجودين في مجموعة الأهلي للمحاكمات العسكرية، أذكر حضراتكم بعدة لقاءات تعقد في هذا المكان. 5 لقاءات تعقد خلال الأسبوع. اللقاء الأول يوم الأربعاء القادم، مؤتمر صحفي الساعة 12 ظهرا للجماعات الإسلامية حتى يتحدثوا عن رأيهم بصراحة وبلا لف ولا دوران حول حادثة السويس وغيرها من الحوادث وحول نظر المستقبل. يوم الأربعاء 12 ظهرا. يوم السبت القادم مؤتمر صحفي أيضا بالليل مساء حول الجريمة المنظمة في مصر. الإنسان كل إنسان مش آمن على نفسه، فما هي كيف يعني الجريمة المنظمة في مصر وكيف نتصدى لها؟ ده عنوان لقاء يعقد يوم السبت القادم. ثم يوم الاثنين اللي بعده مؤتمر صحفي حول السجناء المصريين في السجون السعودية. لجنة الحريات متبنية قضايا المصريين المعتقلين في سجون السعودية، وقد أثمرت هذه الجهود فتم إطلاق سراح عدد من المعتقلين المصريين في سجون السعودية، ولكن ممنوعين من السفر. تم إطلاق سراحهم حوالي 5 أو 6، لكن ممنوعين من السفر. وطبعا قضية أحمد الجزاوي على رأس القضايا اللي احنا مهتمين بيها، ونرجو من الرئيس محمد مرسي في زيارته للسعودية ان هو يفتح الملك حوالين أوضاع المصريين المعتقلين في السعودية. الثلاثة اللي بعد القادم زي بكرة أو زي يوم التالي، يعني مش الثلاثة اللي جاي ده اللي وراه، مؤتمر ضخم هنا في هذا المكان حول مذبحة بورسعيد، آخر التطورات في قضية بورسعيد. مؤتمر هنا، ثم نختم بيوم الأربعاء اللي بعد الجاي عن تحرير ندوة عن تحرير سعر الدواء. وأي حاجة نقابة الصحفيين تحت أمركم، ونحن في خدمة نخدم بلدنا، نخدم بلدنا ليس بالكلام ولكن بالعمل. وأذكر حضراتكم بأهمية هذا اللقاء اليوم، نطالب بالإفراج عن شيماء عادل وأهمية اتصال رئيس الجمهورية بالحكومة السودانية. الأمر الثاني نعلن تضامننا الكامل مع اللجنة المشكلة لبحث الإفراج عن السجناء السياسيين في مصر، ونرجو أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن. وأترك اللقاء تديره زميلتنا
رش عزب، وطبعا الكلمه هتكون ان الاولويه هتكون للاسر المعتقلين، اسر المعتقلين ظلما وزورا. وانا اؤكد لكم ان مفيش واحد بلطجي معتقل، كل المعتقلين نشطاء، كل المعتقلين نشطاء سياسيين، مفيش واحد بلطجي ابدا معتقل. اتفضل يا دكتور.